أنا بأكد لك إنه ما حدا فات على الشركة من برا مروان بيك. متأكد عودي؟ إيه متأكد. رجعت تفقدت كل كاميرات المراقبة اللي عنا، ما حدا حاول يفوت. وكمان تفقدنا الإيميلات، ما عنا أي مشكلة بصراحة أستاذ. يعني اللي عمل هيك احتمال إنه يكون أو ماله مستعمل كمبيوتر الشركة، يعني وهذا احتمال. قدرتوا تلاقوا شيء؟ لا كارلا، بس الشباب ما عم يوقفوا شغل. المهم موسى، أنتوا خليكم عم تحققوا. إيه تمام عدي. لهلأ ما قدرنا نلاقي شي بنوب، بس في عنا الخبرية الحلوة، ما في تسريب من الداتا بيس. شو عرفك انه اسراء راحت قابلت تسنيم مروان؟ لأن ببساطة أخذت إذني. ايه بس هذا ما بيبريها، يمكن عملت هيك وخبرتك لحتى تبعد الشبهات عنها. كارلا اسراء ما بتعمل هيك. شو عرفك مروان؟ شو مخليك تتأكد هيك؟ لأنه بعرفها من هي وصغيرة. ايه بس الإنسان بيتغير، ولا تنسى اسراء آخر فترة خلتك تنصدم بكتير شغلات. مظبوط كارلا، اسراء ما بتعمل هيك، مستحيل. اول ما بلشت الشغل عصبت واتهمت ظلم، بس ما بكرر نفس الغلطه مره تانية وارجع اظلمها. بس ما تقلقي، مين ما كان اللي عمل هيك رح امسكه بايدي، ما رح يقدر يهرب مني. واثقه من هالشي؟ معناها بس توصل لاي شي يا ريت تخبرني. رح كمل شغل. تمام أنا بشوفه. أوكي شكرا. إسراء مسيك. ليك أنا لازم أقول لك شيء مهم، حتى لو ما خبرتي مروان بيك بيلي عملتي، أنا مستحيل فكر إنك تأذي شركتنا. عن جد بتشكرك حيان، بس بظن البعض ما فكر بنوب مثلك. شو كنتي متوقعة أعمل إسراء؟ أنتي اللي كنتي عم تقابلي مديرة الشركة المنافسة مو أنا. كنتي واجهيني وقتها، كان فيكي تسأليني بدل ما تصوريني فيديو بالسر. والله صعب عليكي. طبعاً معك حق، لا تشيلي كلامها من أرضه. يا جماعة خلونا نترك الشغل شوي ونركز مع بعضنا، مروان بيك بده يحكي، خلينا نجتمع هون. تفضلوا لو سمحتوا. خير. مرحباً للكل. يا جماعة ما في داعي للتوتر، نحن تغلبنا على أصعب من هيك، وهي بتمرق. ايه ممكن يكونوا سرقوا الفكرة منا واعلنوها عن طريق لقاء صحفي، بس المشروع لساته مشروعنا، ولهيك ما بدنا نتراجع وبدنا نستمر بشغلنا بنفس الوتيرة. ومثل ما بتعرف وصلنا لاتفاق مع كتير من المزارع، وطبعا رح نسبقهم وننزل قبلهم على الساحة ونقدم خدمات مميزة لكل عملائنا، ولأنه نحن الأفضل دائما بيختارونا لألنا. شدوا لي الهمة وارجوني شطارتكم، يلا. وهلا لو سمحتوا كل واحد يروح على شغله. تفضلوا نايا. يلا بسرعه ما عندنا وقت. فينا نحكي بمكتبي؟ طبعا مروان بيك. تفضلي نايا. خير شو بدك مني مروان بيك؟ في سؤال أثار فضولي، لما إسراء قابلت تسنيم كنتي موجودة بهداك الكافيه بالصدفة؟ أنا كل فترة بروح على هداك الكافيه وبشرب قهوة مروان بيك، هي فعلا صارت صدفة. ليكي أنا ما بآمن بالصدفة ولا بالحظ وهالخزعبلات، وبعدين هالكافيه اللي بتروحي عليه كل فترة وفترة في بينه وبين شركتنا مسافة، ما هيك؟ عفوا شو قصدك تقول مروان بيك؟ في شي تاني حابة تقولي لي يا نايا؟ لا كل شي صار أنا قلته، بعدين أنا مالي حاسة إني عملت شي ممنوع، مين ما كان مكاني كان رح يتصرف مثلي. طيب مثل ما بدك، فيكي تطلعي. عن إذنك. نايا
تعي معي. شو حكيتوا عن شو سألك؟ يعني مروان بيك سألني شو صار بالضبط بالكافة. وانتي شو قلتي؟ الحقيقة. حقيقة شو هي؟ اني شفت إسراء وتسنيم خانم قاعدين سوا مع بعضهم، وبالصدفة سمعتهم حكوا شيء أثار فضولي. ليكي كارلا خانم لو عرف انه معلومات الشركة عم تنسرق كان اختلف الموضوع. وانا ما كنت بعرف نايا، واذا بتضلي هيك كل الشكوك رح تحوم حواليكي. بس عفوا انتي قلتي لي. انا ما قلت لك اي شيء، انا بكون صاحبة الشركة ومستحيل يشكوا فيني بنوم. اذا بتضلي مسكرات امك تترفعي مثل ما وعدتك، وهلا اطلعي لبرا. ما تقلقي كارلا خانم، فيكي توثقي فيني. ما في شيء يقلقني، الخوف عليكي، على مكتبك. تمام. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.